بهذه الكلمات. وخلوني أبدأ حواري مع الدكتور مصطفى والأستاذ مصطفى بالكلمة الأخيرة اللي قالها الأستاذ عبد الرحمن، إن مصر اللي احنا بنحبها اللي فتحت بوابة التاريخ زي ما قال تستحق وضع أفضل، وهو شايف إن واحد من الأساليب اللي تخلينا في وضع أفضل إن الشباب اللي تربى وتعلم وعنده خبرات وكفاءات من حقه بقى انه ياخد الاماكن ويعرف يشتغل بصلاحيات دون فكره ان انت لسه ما كبرتش، لسه ما نضجتش، لسه ما عندكش الخبرات. دكتور مصطفى، هل تعتقد ان ده واحد ممكن من الاساليب اللي يخلينا نعمل قفزات لقدام، ان الشباب يتبرؤوا مكانهم؟ يعني بالتاكيد مسيره الحياه بتحتاج الى حماس الشباب، لان هو صاحب المستقبل في النهايه. يعني لا تستطيع ان تخطط وان تحدد ملامح مستقبل لن تعيش فيه، ولكن سوف تعيش فيه أجيال أخرى، يجب أن تكون شريكة في وضع ملامحه. فوصاية جيل على جيل أو قمع قدرته على التفكير أو استهجان أساليبه دي مسألة مش مظبوطة. يعني أنا شايف أن الأجيال الجديدة أيضا لها مزايا كثيرة تتفوق عن جيلنا. صحيح. علاقته بالنت، معلوماته العالمية، إحساسه بالدنيا، انفتاحه على العالم مختلف عن جيلي تماما، وبالتالي لا يجب أن ندين كل ما يفعل. ده عملية قمعية ملهاش مبرر. انت عارف طبعا ان انا دايما نيتي سليمة، فانا سألتك خبثا هذا السؤال علشان المقالة الاشهر اللي كتبتها عندما وصلت للستين، وهي فكرة ان انت يعني دايما كنت متطلع، وكان دايما يقال لك ما زلت صغيرا ما زلت صغيرا ما زلت صغيرا، ومرة واحدة قالوا لك لا ده انت اكبر من ايوه ده اللي حصل. المرحلة في النص فين؟ راحت. يلا معلش، الاسانسير ما وقفش في الدور. لا بس الحياة بتعوض. يعني الواحد انا يعني عندي كثير من الرضا فيما تحقق لي في حياتي، ويعني اعتقد انه ليس كل ما يريده الانسان يجب ان يدركه. لا، الحياة في النهاية يعني تعطي وتأخذ. يعني مش لن تأخذ كل شيء، ما فيش حد هياخد كل شيء. استاذ مصطفى، اسمع راي حضرتك في النقطه. لا انا بحس ان في ضروره ان احنا نسلم الجيل الجديد الرساله، ده في ضروره. يعني ما هيش مساله اختيار، ما نقدرش احنا نختار. النهارده الجيل الجديد اللي موجود حاليا له في زي ما بيقول الدكتور التكنولوجيا والنت والمسائل دي اكتر منا. صحيح. يعني ابني النهارده هو لما في حاجه تعطل سواء في الكمبيوتر او التلفزيون او هو اللي بيجي يتصرف. انا ببقى عاجز لاني لم استوعب هذه التكنولوجيا من اساسها هم عايشين فيها. وهم يعني بالفعل هم المستقبل. طيب لاستمهم الرايه ده عنده مشكلتين او له عائقتين، وبرضه هو الحوار مفتوح يعني مش مش بالدور يعني. المشكله الاولى وهي فكره الكلام اللي بتقال دايما ان ينقصوا الخبره، وانه يجب ان يكون هناك تواصل مش تسليم كامل. يعني مش احنا ننسحب او الحرس القديم ينسحب والشباب يتولى. فكره التواصل. النقطه الثانيه ان احنا عندنا للاسف الشديد حاله عامه من الاحباط تسيطر على الشباب. الشباب معظمه شايف بكره اسود، يقول لك مفيش مش عارف ايه مفيش ايه، وبيسمع عن الفساد وبيسمع عن كذا، فكيف يمكن ان تستثمر طاقات محبطه؟ هو الحقيقه في عندنا ازمه واضحه وصريحه ولا يمكن انكارها، فان في بطاله شديده ودي بتعمل احباط حتى للاخرين اللي هم نالوا اماكن. لما يبقى في اعداد ضخمه بتتخرج وممكن يكون فيها كفاءات شابه وعقول بالفعل ولا يجدوا عمل. يعني انا بواجه عشرات من الناس اللي طالبين اعمال. تمام. وفي غير المستطاع ان احنا نوفق في ان احنا نلحقهم باعمال. دي لوحدها بتوجد عندهم احباط شديد لا جدال في هذا. فهي العملية برضو مركبة حبتين، يعني محتاجة ان الدولة تراعي هذه الظروف، ويوم ما تتحل الازمة دي اعتقد ان هيبقى في نوع من التواصل وفي رضا نفسي بالنسبة لهم. في كاتب عربي شهير اللي هو ابن المقفع، طبعا عارفه من اكثر من 1000 سنة، كتب حاجة كأنك بتكتب دلوقتي بالظبط. قال لقد ذهبت الفضيلة وتاهت المروءة، واصبحنا امام اجيال ما معناه يعني منحطة في التفكير، بعيدة عن القيم والاخلاق. فيبدو ان دي نغمه تاريخيه. كل جيل بيتباكى على زمانه ويبتدي يعمل عمليه جلد للذات للاجيال القادمه. هذا ليس صحيح على الاطلاق. يعني انا شايف ان الاجيال الجديده صحيح اهتمامه بالحياه العامه محدود، درجه تسييسه قليله. انما في مقابل هذا في بدائل، في ادوات اخرى. المسافه بينه وبين الشاب الياباني او الشاب الامريكي تكاد تكون معدوم، بيخش على مصدر معلومات واحد اللي هو شبكة النت في العالم. صحيح. وبالتالي لديهم ميزات كثيرة. دي بس المسافات بينهم في التعليم مختلفة، في الحريات مختلفة. احنا في عصر التعلم مش التعليم. يعني التعليم خلاص ده بقى موضة قديمة، انما التعليم دلوقتي اللي يديك ادوات
الحصول على المعلومة. أنا بتكلم في السن الصغيرة اللي هو أنا بعلمك لحد ما تبقى قادر على التعلم. يعني لما توصل لسن التعلم المسافة بين المصري والياباني والأوروبي والأمريكي تكاد تكون نيل صفر. طب حالة الإحباط دي هل كنتوا وأنتوا شباب كان عندكم برضو نفس الكلام عن الفساد وبكرة يوم شكل لا 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 وكذا؟ كنا نمتلي حيوية وأمل وتطلع. حالة الإحباط دي حالة محزنة. إيه الفرق بقى؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه في أولا الزيادة السكانية عملت مشكلة الأعداد الكبيرة. في حاجة اسمها فلسفة الأعداد الكبيرة فلسفة الزحام، الفرص قليلة والأعداد كبيرة، الفصل كان فيه 20 طالب بقى فيه 70 طالب. كل ده بيديك إحساس بالفرستريش يعني بالإحباط الحقيقي. صحيح. أدي واحد. اتنين، أصبحت زي ما قال الأستاذ مصطفى حسين فرص العمل محدودة. انت عند كل بيت دلوقتي فيه 2-3 خنابل موقوتة. مظبوط. مش بيشتغلوش، ودي ظاهرة موجودة في كتير من دول العالم. تالت حاجة ودي الأهم، إنه ال- 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 الصحافة دلوقتي خصوصا الصحافة المستقلة والصحافة المعارضة، أنا مش ضدهم ودي مرحلة تحول ولازم يحصل اللي بيحصل، إنما بتعمل عملية شحن ميأس لكثير من قطاعات المجتمع. أنا شخصيا لما بقرأ الصحف دي وبقراها طبعا بكل اهتمام وحرص بيجي لي حالة اكتئاب، لأنه بيبص يقولوا له كل الدنيا فساد، كل الدنيا صحيح. تراجع، كل الدنيا هزيمة، كل الدنيا فقر. يعني دي مصر رصيدها كبير جدا، مخزونها كبير. أنا ما بقولش إن احنا في أحسن أوضاعنا ولا إن حياتنا وردية، إنما مجرد الإلحاح على الجوانب السلبية وتجاهل أي عنصر إيجابي في حياتنا دي مسألة مملة جدا. طب ما يجوا يشوفوا امبارح المجلس القومي، المجلس الأعلى للثقافة، العقليات الموجودة فيه، أنا أقول لك إنها خلاصة العقليات الموجودة في العالم العربي كله في كل الفروع، شيء مزهر. هو الكلام اللي بيقوله يا دكتور مصطفى، يا أستاذ مصطفى، في جيلكم كان فيه فساد وكان فيه وكان فيه، بس ما كانش فيه هذه الصحافه وهذا هذا الاعلان النقد. ده سبب يمكن سبب وجيه ورئيسي. لكن انا عايز اقول ان يمكن ظروفنا، يمكن بالذات الناس اللي هم لقوا في كارير يقدروا يمشوا فيه. يعني انا عملت في الصحافه وانا لسه داخل في السنه الاعداديه في الفنون جميله، فما حسيتش بالازمه. ممكن تقول الازمه عند اخرين. انت موهوب، الموهبه لا تطلع. بس هو بيقول نقطه مهمه، فكره ان مستقبله ابتدى قدام عينيه بدري. يعني خلاص شاف كاريره قدامه. فاحتمال يكون اخرين بيعانوا من هذا الموقف وحاسين بيه وان في احباط، لكن انا مش حاسه. يعني التخرج لم يعد هدف. يعني انا ما اقدرش اجزم بوضع زي يا مصطفى بيه، التخرج لم يعد هدف. يعني زمان كان الواحد بيتطلع للتخرج عشان يقبض مرتب ويعيش بيه ويفتح بيه بيت ويساعد اللي عايز يساعده، وضع مختلف. دلوقتي التخرج نقطه عكسيه. لا يعني نقطة إجرائية كده. إجرائية بس إن أنا أطلع الشهادة وأعلقها على الحيطة. ولذلك مستوى التعليم قضية حاكمة. بوابة التطور اللي بقول لك إحنا فتحنا بوابة التاريخ، معاه حق الأستاذ الأبنودي، بس بوابة التاريخ دلوقتي هي التعليم. النظام التعليمي هو المسؤول المسؤولية الأولى عن حالة التدهور والإحباط التي نشاهدها وعن البطالة. لأنه برضو ما فيش تنسيق ما بين فكرة التشغيل وما بين مدخلات التعليم. تمام، احنا دخلنا في لب الموضوع، فكرة تشخيص بقى الأمراض. بالظبط. إصلاح التعليم اللي هو كلمة بنسمعها من عشرات السنين نسمعها، والتعليم لا يصلح. بيجي لك ساعات دلوقتي، ممكن بيجي لك مثلا راجل بسيط سواق طباخ مواطن عادي فلاح، يقول لك ابني متخرج بقاله 5-6 سنين وما اشتغلش. تقول له بيعرف لغة يا حاج؟ يقول لك لا، المستوى اللي انت عارفه انا ما يعرفش. طيب المهارات الكمبيوتر والحاجات الجديده دي يتعلم ان شاء الله يا بيه. ده راجل بتاع العرض بتاع الخمسينات والستينيات، الدنيا اتغيرت، ما عندوش السكيلز المطلوبه لحياه العصر. ولذلك البطاله عندنا وضعها غريب جدا. انت محتاج لعماله معينه ما انتش لاقيها، وفي عماله مكدسه لا تصلح لك. احنا عندنا اغرب وضع. مشكله بطاله في العالم. بالظبط. عندنا عاطلين وعندنا فرص عمل شغيره. احنا العرض والطلب لا يلتقيان. غريبه جدا، اغرب واعقد مشاكل البطاله في العالم. يمكن انا عايز اتكلم على جزئيه اخرى بتمس عملي بالتحديد والفن التشكيلي. النهارده لسه برضو الناس يعني بعيده عن قراءه العمل الفني. بعيده ليه؟ لان مفيش تربيه فنيه في الاساس. طبعاً. يعني انا بشوف بعيني في البلاد الاخرى بياخدوا الولد من دول او البنت من دول بيروحوا متحف ومعرض عشان يذاكروا اللوحات. بيبقوا وهم اطفال، مش بس الفنانين بتوع السينما او الغناء او الفنانين التشكيليين، يعني عارفين ان في سلفادور داي ده مواطن بتاعي،
عارفين ان بيكاسو مواطن فرنساوي او اسباني مش عارف كده حافظين وبيعرفوا يقروا عندهم ثقافه رؤيه. انت عارف مش موجود عندهم مهمه جدا لان ربما الناس